أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل النية الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد ازداد بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينزلي عنه صدى صلى الله عليه حذر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله عليه صلى الله عليه مانغا با عندك با صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Sunnah, anda tak
Ya Allah,
صدور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ومحيا كشمس من كمدي صلى الله عليه أسفرت أنه ليلة غراء صلى الله عليه ليلة صلى الله عليه يوم نالت بوديه ابنة وهب من فخار ما لم تناله النساء صلى الله عليه وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى الله عليه مولد طالئ الكبر وبال عليهم ووبال صلى الله عليه وتوالت بشر الهوات بأن قد ولد المصطفى وحق الهنا صلى الله عليه هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف يا إمة وذور ويا رواية وروية صلى الله عليه وتوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه صلى الله عليه عجل اللهم قبره الكريم بعرض عزله من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نمو سمنتن ساكن penampilan sing kula cukup ampunten nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.